هو أصلي مرحبا بكم مرة أخرى في مع باجنا إسباس إنترنت إي بيراتاج. هذه الباج تاعنا، هذا اللي نتاعها إسباس إنترنت بيراتاج. بي ثم برشا ناس ما تعرفش كيفاش تستعمل الفيسبوك. اليوم مع بعضنا باش نكتشفوا فيسبوك وشنية، علاش تخلق، شنية أهدافه، وآخر حاجة معناها كيفاش نجم نستعمل فيسبوك بطريقة سليمة تساعد الناس الكل. مثلا مش كل يعرفش فيسبوك، الناس الكل تعرف فيسبوك. أول حاجة فيسبوك هو موقع، هو مش موقع، هو ابليكاسيون ابليكيسيغ انترنت. هو انا كيما نقول ابليكاسيون، هو انا حاجة تابليكي تكزيكيتي في نفس الوقت باش تعطيك ديكوداج. هما الكل قدامكم ديكوداج، كل ديكود هاش تي ام ال مخلط بي اتش بي ام ادمين بي اتش بي و هاش تي ام ال و سي بليس بليس. لي باجيت هذوما كل لي بروفيل وكل شيء. باهي، اش معناها فيسبوك؟ فيسبوك هو كيما نقولو فيها أداة تتعرف، تبغى تلقى دي زامي هيك، يبعثوك و تبعثولهم دي زانفيتاسيون دي زامي هيك. باهي، كيفاش نعمل فيسبوك؟ يعني كيفاش نعمل كونت او كونيكسيون؟ صح، باش نعمل فيسبوك اول حاجة لازمني نعمل كونت في الياهو ولا الهوت ميل ولا جيميل. كي نعمل انا كونت فيهم باش يعطيك ادريس و ديباس. كي نكمل انا كل شيء، نكمل معناها الانسكريبسيون في واحد من ضمن ثلاثة او ضمن برشا، اما ضمن ثلاثة معروفين حول العالم يجيو هوني يكتبو نو غينو الادريس اللي عملتها فك الهوت ميل ولا الياهو ولا الجيميل ولا الجيميل، تكتبها هون وتعاود تكتبها هوني. تعمل باسورد، تحب انها تعمل نفس الباسورد اللي عملتها في الجيميل ولا الياهو ولا الهوت ميل، تحب تبدلها دي انت حر، معناها كما تحب انت. هوني تختار معناها عادي هذا الكل تشولت، هوني تختار يا كانك بنية ولا ما تعمل فام، كانك راجل ولا وليد تعمل مال. يعني هوني بلونجلي، اما انت باش تلقاها فام ولا نقولو فيها ماسكيلان ولا فيمينا، فيمينا ماسكيلان، وتعمل سيني اب، تدخل على الفيسبوك تعمل كونت كل شيء. انا عندي كونت، دخلت على الكونت تاع هذيك الادرس ايميل تاعي وهذا المودم باس، ندخل على الفيسبوك تاعي. هذو من هوني تلقاو باجات. كيفاش ندير مثلا باش نحب نعمل باج؟ نجي هوني نكتب هذا باج كرييت بوان بي اتش بي اللي هي هذا. نختار انا مثلا نحب نعمل باج مثلا نتاع كورة مثلا. مثلا نختار بروفيسيونال سبورتيف، نكتب هوني مثلا فوت بلاس